هلا شلونكم؟ راح ابيكم من جديد بسوالف اهلنا. موضوع اليوم موجود بكل بيت عراقي. من تضيع شغله وساعه تدور عليها وتجي الوالده تقول لك اذا اقوم القاها، شو اسوي بهاي الحاله؟ تعالوا شوف اراء الناس في الموضوع وبعدها راجعين حتى نكمل. جيجين ولا احس بيتنا ولا كان 30 سنه عايش بي. اعطيها ورقه. نضيع حاجه بالبيت وانت ساعه كامله تدور عليها وما تلقاها. تجي امك بلحظه تقول لك هسه اذا اقوم القاها بثانيه. شو تسوي انت بهاي الحاله؟ شو اسوي احمد الصابن غير امي قافله هي. قبل بس تدوس قبل تلقى الحاجه. ما اعرف شو اقول لها بس هي اذا الوالده كانت تداوم بسبيس اكس فعادي تلقاها. هي تعرف الجاب لان عندها ما شاء الله اللوكيشنات مال بغداد كلها. ابقى بنفس المود، ابقى معصب وضايج ومنهار ولما تلقاها تقول لي هياته اقول اكو احد يدبي في مكان؟ عادي وضعيه كلش طبيعيه. من تضيع حاجه بالبيت وانت ساعه كامله تدور عليها. وتجي الوالده تقول لك بلحظه راح القاها، شو تسوي انت بهاي الحاله؟ ابوس رجلها. ها؟ ابوس رجلها. انت هنا بكيت لي ابن عمي. سوي لي كبده. من تضيع حاجه بالبيت وساعه كامله تدور عليها. وتجي امك تقول لك هسه اذا اقوم بلحظه القاها، شو تسوي بهاي الحاله؟ هذا صافي لو اقول لها شو اسوي مثلا؟ بس هيك؟ بس هيك. ادروج واطلع من البيت لان حترزل. والله من الاخير ابن عمي احنا منتهيين صولك عابنا. صحيح. امشي امشي. وصلت لكم لختام فقره سوالف اهلنا. شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالفقره. شكرا لارائكم المختلفه. لنا اقول لكم باي باي. جيجين. خوش حكي احلى نحكي.